كريبتو فارم الشركه التي وضعت شيء ممتاز هو التعدين على الاثيريوم صراحه الشركه تتطور ماذا ساقول لكم تتطور خطوه بخطوه ولدي استراتيجيه عاليه لا يوجد بها اي ارباح خياليه او شيء من هذا القبيل الشركه تفرض عليك عقد نعم نعم صراحه الشيء شيء فوق الروعه كريبتو فارم كما قلت هو اليوم ان شاء الله ساقوم بشرح لكم كيف كيف يمكنك البدء بتعدين الاثيريوم لان الكثير من الاخوان يشاهدون الان هذه الفتره فتره الاحمرار في السوق يعني الاثيريوم الان هو منهار نهائيا إخوتي. انظر معي انظر 694 دولار الاثيريوم راه صراحة صراحه ماذا تقول لكم الايثيريوم راه 1000 دولار ثمنه هو 1000 دولار اخوتي ركزوا جيدا 1200 دولار هو ثمن الايثيريوم يعني اذا قمت بتعدين الايثيريوم كذلك نسبة الربح صراحه شيء شيء فوق الروعه نعم ركز معي جيدا الان سوف نتطرق الى شرح هذه الشركه مجددا وكيف كيف يمكنك ان تقوم بتعديل الايثيريوم عليها نعم هي اضافه جديده عبر هذه الشركه الحمد لله نعم اولا طريقه تجي عبر الشركه مالك تضغط على الرابط اللي في الفيديو اسفل هذا الفيديو سوف تنطبق عليك واجهه عبر الشكل التالي هكذا مباشره هنا تقوم وضع هنا الاسم الخاص بك هنا الاذرنيم الاسم اللي تدخل الى الموقع هنا الباسورد ثم هنا الايميل ثم تقوم باكتابه الايميل الخاص بك هنا تقوم بوضع ديال الكابتشا نعم ثم تقوم بعمل الريجستر وانت تقوم بتثبيت سوف تذهب الى الايميل الخاص بك وسوف تقوم بعمل كليك كونفيرم يعني سوف تقوم بتفعيل هذا الحساب الخاص بك الان ساقوم بالدخول مباشره الى حسابي نعم اخوتي هذه وجه الحساب نقوم بعمل هنا لوغين نعم اخوتي هذه وجه هذه الشركه الرائعه صراحه كما اقولها واكررها شركه ليس بها ارباح خياليه او شيء من القبيل هنا ان شاء الله سوف تحقق مدخول يومي خاص بك على الاراده التي تريدها انت مثلا قم بتغيير حياتك بخطوة بخطوة يعني, أنك سوف تقوم باستثمار مبلغ بسيط وده مع, مع إعادة الاستثمار يعني لا اللي تحصل عليه تقوم بإعادة استثمارها نعم هذه هي الخطوة التي أنصح بها الكل ودائما اتبع الخطوات خطوات يا إخواني لا تقوم بوضع الكل في سلة واحدة اشتغل على التعدين كريبتو مايننج فارم اشتغل على التريدينج اشتغل على جمع الربح المجاني اشتغل على جميع المجالات يا أخي نعم أي تساؤل أنا في الخدمة راسلني عبر الصفحة أي تساؤل إذا لم تعرف أي شيء فقط راسلني عبر الصفحة أنا سأساعدك أه سأقوم بإجابة الكل يا إخوان أنا, سأق... أنا أجب الكل يا إخوان اللي يكون في علمي على الان سوف نقوم بشرح طريقه كيف يمكنك ان تقوم بتعديل على الايثيريوم اخواني مثلا هنا يا اخوتي سوف ننطلق الى هنا الى الايثيريوم الايثيريوم بالانس عبر الشكل التالي هكذا نقوم بالنزول الى الاسفل بعض بعض الشيء اخواتي نعم الان هنا, هنا نرى هنا المايننج تشيب اخواني مثلا انا انا الان اقوم بتعدين عمله البيتكوين لان عمله البيتكوين هي النمبر 1 اخواتي في عمله المستقبل وتليها عمله الايثيريوم لكن إذا كنت من محبي عمله الايثيريوم فاقوم بتعدين عمله الايثيريوم اخواتي هي كذلك لازالت ممتازه جدا وسوف تنطلق الى اكثر من ألف 2000 دولار، كل على يقين هي تابعة للبيتكوين، نعم، دائما هي النمبر 2 بعد البيتكوين يا اخواني، نعم، انظر هنا، نقوم بعمل هنا لدينا، على ماذا نريد التعدين؟ إما عبر البيتكوين، إما عبر اليوس يعني السيطرة هنا عملة يونيفرسي كورنسي يا اخواني يعني عملة اليونت، وأنا أنصح بشراء هذه العملة في المنصة، هنا الإيثيريوم، تقوم بعمل هنا الإيثيريوم، وسوف تبدأ بتعدين الإيثيريوم يا اخواني، والآن سوف نقوم بشرح كيف يمكننا. ان نقوم بالاستثمار عبر هذه الشركه سهله جدا اخواتي نعم لاحظوا معي جدا هذا الشرح وتابعوا معي ولا تخلوا إلا علاء باللايك لك هذا الفيديو مثلا انت لديك فقط تريد استثمار 20 جيجا لان هذا هذه الشركه تعطيك 50 جيجا مجانيه اذا قمت بالتسجيل تعطيك 50 جيجا مجانيه تقوم بتعديل لك كذلك البيتكوين والاثيريوم الذي تريد انت نعم لاحظ معي جيدا فقط اشتري 20 جيجا لكي تشح لك فرصه السحب من هذه الشركه لاحظ معي جيدا انظر هنا مثلا انت تريد شراء فقط 20 جيجا 20 جيجا فقط فقط توجد عبر اللايف تايم و15 سنه نعم هذه العقود الخاصه بهذه الشركه لماذا اقول لك ان هذه الشركه ممتازه ورائعه لانها تفرض عليك عقد عقد ينتهي ليس كمثل تلك الشركات الاخرى نعم وهذه الشركه موجوده مقرها في تايلاند وسيريكم كل الاثباتات عبر هذه الشركه نعم لاحظ معي جيدا مثلا تريد انت استثمار فقط 20 جيجا 20 جيجا تقبل عملة اليونت ليس أن ليس بالدفع لهم عبر البيتكوين مثلا اذا كنت تريد الاستثمار عبر البيتكوين تختاروا اما ثلاث اشهر او سته اشهر او سنه او ثلاث سنوات اخي عبر الشكل التالي انظروا معي هنا عملة البيتكوين مثلا اذا اخترنا 15 سنه او لايف تايم يا اخوتي ف... عملة اليونيت التي تدعم الآن مثلا أنت لديك فقط تريد الاستثمار 20 جيجا 20 جيجا تقوم بعمل هنا سوف تذهب إلى منصة اليوبيت لقد شرحت كل شيء عبر الدرس السابق سوف ينبثق عليكم في آخر هذا الفيديو نعم هذه الأشياء كلها لقد قمت بشرحها في الدرس في الدروس السابقة سوف تنبثق عليكم في آخر هذا الفيديو نعم درس كيف يمكن تحقيق تحقيق 9000 دولار درس كيف يمكن أن تقوم بتحقيق 5000 دولار إخوتي نعم سوف ينبثق عليكم هذه الدروس في آخر هذا الفيديو تطرقوا لها عبر هذه القناة الخاصة هذه توضيحات جد جد ممتازة مثلا أنت تريد الاستثمار مثلا تريد الاستثمار في خطة أساس أشهر أو سنة مثلا 6 هذه السنه تقوم بعمل مثلا تريد شراء 70 70 الف جيجا يعني الارباح سوف تكون ممتازه جدا مثلا تريد الحصول على مثلا 63 دولار في اليوم يا اخي عليك دفع لهم هذا الامبلاغ اخي 1.01 بيتكوين نعم. مثلا نحن نريد فقط هذا المبلغ 20 دولار في اليوم مثلا نحن نريد نريد 20 دولار في اليوم 20 دولار في اليوم اخواتي علينا ان نقوم بدفع لهم هذه القيمه نعم هذه القيمه اخواني نعم نعم لاحظوا معي نقوم بعمل هنا باي نوع عبر الشكل التالي هكذا ونقوم بعمل كوبي لهذه الادريس وانا الى المحفظه الخاصه بنرسل لهم هذا المال في هذه الادرس وحنا قمنا بالاستثمار عبر شركه كريبتو ماينينغ فارم احسن شركه تعدين البيتكوين يا اخواتي لا يوجد شيء مثل هذه الشركه انا مثلا دائما اقوم باعاده الاستثمار يعني الارباح التي اقوم بالتحصل عليها اقوم باستخراجها نعم هذه هي الخطوه الرائعه عبر هذا الموقع تقوم باستخراج الارباح الخاصه بك ومن ثم تقوم باعاده استثمارها داخليا هكذا تقوم بتجديد العقود الخاصه بك مثلا انت قمت باستثمار الان يمكنك الاستثمار كذلك بعد لحظه يعني انت اشتري ما يمكنك انت من العقود التي تريد شرائها نعم صراحة شيء شيء فوق الروعة يا اخواتي نعم هذا للذكر فقط يا اخواتي ان تقوم بالاستثمار عبر الخطة التي تريد انت مثلا ثلاث سنوات نعم ثلاث سنوات مثلا ثلاث اشهر نعم هذه خطة ثلاث اشهر كذلك شيء ممتاز اذا اردت ان تقوم بالرب فقط في ثلاث اشهر استعمل كذلك هذه الخطة تقوم بعمل باي اشتري وحدة جيجا الخاصة بك مثلا تريد تستثمر حتى 1000 جيجا اذا اردت ان تقوم بشرائها فقم بشرائها من عبر هذه الشركة الرائعة تمنها هو هذا اخواتي نعم ساريكم اياه نعم هذا هو 8. تقوم بعمل هنا باي عبر الشكل التالي هكذا وكذلك تقوم بعمل كوبي لهذه لهذه الادرس وتقوم بالدبل المحفظه الخاصه بك وترسل لهم هذا المال عبر هذه الادرس وتقوم بالاستثمار عبر هذه الشركه نعم صراحه الان البيتكوين منخفض لانه منهار جدا الشريك قدر المستطاع من وحدة الجيجا نعم صراحه هذا هو ما يمكن ان اقوله عبر هذه الشركه وبالدلائل الخاصه مهمه مهمه لكي تستفيد من انت كذلك نعم عبر هذه الشركه الرائعه كما قلت هو شركه كريبتو مايننج فارم توجد على تايلاند اخواتي نعم تايلاند اخواتي يوجد مقرها صراحه شيء فوق الرائع نعم. هنا كونتاكت ازي اخواني نعم انظروا مقرها في تايلاند اخواني عبر هذه المدينه اخواني صراحه شيء شيء شي فوق الروعه وهي تعمل حتى الان انا لتجريبي مع اكثر من ثلاث سنوات هذه الشركه. نعم انظروا معي كل شيء مرخص عبر هذه الشركه تس... تسجيلها كل شيء اخوتي نعم كما ترون الان هنا الهاتف الخاص بهم هنا السبورت الخاص بهم كل شيء موجود عبر هذه الشركه. نعم صراحه كان هذا كل مدينة في هذه الحلقه اذا انت اذا اردت ان تقوم بتعدين الايثيريوم قم بتعدين عبر الطريقه التي قمت بشرحها لك. نعم ولا تبخل علي الا باللايك لايك هذا الفيديو والسبسكرايب لتكون مشترك. نعم تعدين الايثيريوم في هذا الوقت شيء رائع لان البيتكوين الان هو منهار جدا 694 دولار اذا قمت بتعدين الايثيريوم سوف تربح مبالغ مهمه جدا لان لان الايثيريوم كما قلت لك مقره هو فوق الألف دولار ليس بالاسفل